أنا قررت إن أنا أشتغل مصور صحفي لأن حابب الموضوع، حابب إن أوثق اللحظات التاريخية. غير كده هي ممتعة وبتحس إنك مستقل بعملك، عن يعني مستقل، تقدر تنزل في أي وقت، تقدر تعمل اللي أنت عايزه وتنقل وجهة نظرك للناس. أنا من وجهة نظري إنك عين القارئ وعين المشاهد، إنك يعني انا حاسس ان دي مسؤولية انك تنقل الواقع اللي بيحصل للناس. انا بدرس مالتي ميديا دلوقتي علشان دي بالنسبة لي شيء جديد، ان شايفين دلوقتي ان الصحافة بتتطور من الورقي، الناس تبتدي مشاهدة الصحف على المواقع الانترنت بقت اكتر بكتير دلوقتي من الصحف المقروءة. فانا شايف ان احنا لازم نتطور مع الاحداث اللي بتحصل، وإن دي يعني حاجة إنك تجمع بين صورة وصوت وفيديو هتبقى يعني انترستنج أكتر من إنك مجرد بس بتشوف صورة لوحدها في الجورنال أو كده. بص، هو بالنسبة للمصورين المصريين بعد الثورة هم زادوا جرأة وزادوا إنهم يعني وصلنا لمرحلة إن إحنا بنزعل إن يفوتنا حدث رغم إن الخطورة اللي بتحصل سواء من الحكومة أو من الناس اللي في الشارع بتاع، يبقى مصممين إن هم، لأن هم خلاص يعني بعد الثورة دي علمتنا إن مينفعش لحظة في التاريخ تفوتك، فتلاقي كله بيتنافس إنه يحاول يجيب يعني إنه يأرخ الحدث اللي بيحصل، يعني بينسى كل حاجة بتحصل إنه لازم، لان هو طبعا بيكون واخد حذر وكده، بس يعني مفيش زي ما احنا بنقول مفيش حذر بيمنع قدر، يعني هو بيعمل في اقصى ما عنده حتى يوصل للحظة، يعني يوثق اللحظة اللي قدامه.